when you drop that booty down low. When you drop that booty down low. مع احترامي لك اخي، عطور الشتاء لازم يكون ادائها جبار. عندك دولشي ان جابانا ذا وان اداؤه ضعيف جدا، ثبات ساعتين، فواحان اقل من نص ساعه. العطر جميل جدا، لكن هو ما بينفع اوت دور في جو الشتاء، هو اندور وحميمي، وانتو فاهميني ما بلزم نشرح. العطر الثاني دير هوم انتنس، بحترمك عليه ما في تعليق. العطر الثالث لانويدي الوم يف سان لوران، اداؤه ضعيف جدا وبعد اعطى صيغه صار اضعف. العطر ما حدا بيشم عليك الا عن قرب، فهو العطر اندور و ان ذا بدروم، بدناش نحكي اكثر من هيك. العطر رقم 4 عندك بلاك اوركيد من توم فورد، اداؤه جميل ومتفرد وفواح، لكن الشركه مصنفته انه ستاتي، وانا بشوفه برضو انه بميل للستات اكثر. والعطر ما في لمسه رجولي او لمسه خشنه. العطر الخامس عندك رويال عود، جميل جدا، اداؤه جميل وفواح ومتفرد، لكن سعره باهظ الثمن. ممكن في سعره تشتري 4 عطور او 3 عطور للشتاء، جميله جدا. خذوا مني هاي ال5 عطور، ادائها جبار الشتاء، منسير التباكو، ثبات على الملابس بالاسابيع، فواحان حدث ولا حرج، ونوتة متفردة وجميل جدا. العطر الثاني نيشاني اني، احد ابداعات شركة نيشاني، قنبلة من التوابل مع الفانيلا بشكل جميل، ثبات عالي جدا وفوحان عالي. العطر الثالث ومن احد افضل ابداعات الشتاء من جوتشي، جوتشي انتنس عود، احد اجمل العطور الشتوية وادائها عالي جدا. العطر الرابع عشان يكون في عطر زهيد بينهم، برشح لكم شهرة من الرصاصي، احد افضل العطور الشتاء على الاطلاق وسعرها زهيد للشباب، والعطر متفرد والكل راح يسألك عنه، ثباته عالي جدا. وخذوا مني رقم 5 توماس كوسمالا ابريلا مور، رقم 4 عطر حميمي جميل جدا، محبب للجنس اللطيف، يفوح بنتات العنبر والاخشاب بشكل جميل جدا، وثباته عالي جدا وفوحانه عالي. يعطيكم الف عافية وتقبل احترامي.